أنا إذا تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يذكر كل يوم أسماء ويذكر في الآذان ويذكر في الإقامة ويذكر في الصلاة ويذكر في كل موضع، هذا النبي الذي حينما صعد ليلة الإسراء والمعراج ووقف ومعه جبريل وجبريل يتوقف يقول له أهنا يترك الخليل خليله يا جبريل؟ قال يعز علي فراقك يا رسول الله، ولكن لكل منا مقاما معلوما، فإن أنا تقدمت خطوة لاحترقت بأنوار الجلال، أما أنت يا ابن عبد الله لو تقدمت لاخترقت أنوار الجمال. ويتقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقف في الحضرة الإلهية ويسأل رب العالمين يا رب إن كنت اتخذت إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى من روحك وأعطيت سليمان ملكا عظيما ورفعت إدريس مقاما عليا فأين أنا من هؤلاء؟ يقولها بتواضع الأنبياء وهو سيد الخلق أجمعين. ويرد عليه رب العالمين في مكان ليس فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الله ورسوله فقط. ويرد رب العالمين يا رسول الله يا محمد إن كنت اتخذت إبراهيما خليلي فأنت حبيبي والحبيب أكرم علي من الخليل، وإن كنت اتخذت موسى كليمي فقد كلمته من وراء حجاب، أما أنت يا حبيبي فتجلس على بساط أنس الله، وإن كنت اتخذت عيسى من روحي فقد قرنت اسمك باسمي يا حبيبي، فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا قال محمد رسول الله، وإن كنت أعطيت سليمان ملكا عظيما فقد أعطيتك السبع المثاني والقرآن العظيم وسورة البقرة وآل عمران والنساء، فبعزتي وجلالي يا حبيبي ما قرأهن أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل والحصى، وإن كنت رفعت إدريس مقاما عليا فهو في السماء الرابعة، أما أنت يا حبيبي ففي مكان لم ولن يصل إليه أحد قبلك ولا أحد بعدك. سيد الخلق لا نحتفل به يوما واحدا في العام، بل نحتفل به طول العام طول العمر، لأن رب العالمين يقول لحبيبه وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل طريق وطرقوا علي كل باب ما قبلتهم ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا الاحتفال بمولد النبي